والله إني لأرى رؤوسا قد أينعت وقد حان قطافها، وإني لصاحبها، وإني لأرى الدماء ترقرق بين العمائم واللحى. من أكثر الشخصيات جدلا في تاريخ الدولة الأموية خاصة والإسلام بشكل عام، حكم 3 سنين كانت من أشد الفترات سوءا لمشاعر المسلمين، كان بسببه قامت نكبة واقعة الطف أو كربلاء، هو قاتل الحسين وآل بيته، واللي اتخذ سيدات البيت النبوي سبايا. قالت له السيدة فاطمة بنت الحسين رضي الله عنه: لقد اتخذت بنات رسول الله سبايا. اشترك في غزوة ألطوانة وحصار القسطنطينية، وكان نزاعه مع حفيد رسول الله مش سياسي، وقال فيه عباس العقاد انه خطط للانتقام من الحسين رضي الله عنه من اجل امرأة. يا ترى ايه سر الست دي؟ وهل فعلا ده حصل؟ فترة ولايته في الدولة الأموية كانت حوالي 3 سنين، واختلف السنة والشيعة في أمره. مات من عضة قرد، واتقال إنه كان شارب خمر وبيقتني المعازف ويأتي الغلمان. هنتكلم النهاردة عن شخصية محيرة، البعض أكد ضرورة لعنه، والبعض قال نترك أمره لربه. تم طمس المعلومات عن فتوحاته في فترة ولايته عشان مصيبة كربلاء واللي حصل فيها. معنا النهاردة يزيد بن معاوية ابن أبي سفيان، هنعرف كل المعلومات المتاحة عنه. بس قبل ما نبدأ، ما تنساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصل لك كل جديد. في 23 رمضان سنة 26 هجريا، وفي خلافة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، اتولد لمعاوية رضي الله عنه ابن اسمه يزيد، سماه بالاسم ده على اسم أخوه. اتولد يزيد بن معاوية لأم ميسون بنت بحدل الكلبية، واللي ما استمرتش الحياة بينها وبين معاوية بسبب كثرة رحلاته وحروبه، وهي ما كانش عندها استعداد تغادر حياتها اللي تعودت عليها في البادية مع أهلها، عشان كده تم الطلاق وعاش يزيد مع أمه وأخواله في حياة البادية. يزيد بن معاوية ابن أبي سفيان ابن حرب ابن أمية، تاني ملوك الدولة الأموية، واللي استلم الحكم من أبوه بعد لما أعلن المبايعة له، وده كان أول حاكم مسلم يتحول للحكم بالوراثة، وتنتهي على إيده الخلافة الرشيدة ومنهج الشورى اللي وضعه النبي عليه الصلاة والسلام ونفذه الصحابة. يزيد كان شاب طويل أسمر اللون وشعره مجعد، كان فصيح اللسان وشاعر، لأن لما أبوه معاوية أخده يعيش معاه في دمشق وقت ولايته عليها، جمع له أكبر عدد من العلماء علشان يتولوا تعليمه، كان بيأسسه عشان يتولى من بعده. يزيد مفيش عنه أخبار كتير، وده نظرا لأنه سبب رئيسي في بلاء كربلاء أو موقعة الطف اللي اتقتل فيها سيدنا الحسين رضي الله عنه وآل البيت، واللي كانت أبشع أيام التاريخ الإسلامي. عشان كده الناس امتنعت إنها تحكي أخباره أو تقول أي شيء عنه، كنوع من التحقير والذل وتجهيل سيرته، وإنهم يخلوها بس في إنه قاتل الحسين أو اللي أمر بقتله. عشان كده المصادر عنه قليلة جدا، لكن احنا اجتهدنا قدر المستطاع إننا نجمع كل المعلومات المتاحة عنه في الحلقة دي. معاوية كان حريص إنه يأسس ابنه يزيد عشان يستلم الحكم من بعده، فتولى بنفسه الإشراف على تعليمه وإنه يقربه من العمل السياسي والحربي عشان يكون على علم باللي بيحصل، وده بداية من إنه خلاه قائد الجيش وبعته لفتح القسطنطينية سنة 49 هجريا، وولاه على أمر الحج ومتابعة قوافل الحجاج. كان بيحاول يخلي حياته أكتر جدية وحزم، لأن يزيد حياته كانت بعيدة تماما عن الزهد، وحسب الروايات اللي ظهرت عنه أنه كان شارب للخمر وبيعيش حياة الطرف، وده اللي خلى معاوية أبوه يحاول يشغله في السياسة ويبعده عن طريق الحياة اللي ما كانتش مناسبة مع اللي تربى عليه معاوية مع الصحابة رضي الله عنهم. لما معاوية اقترب أجله فكر أنه ينقل البيعة لابنه، ودي كانت فكرة واحد اسمه المغيرة بن شعبة، عشان يفضل الحكم للأمويين بس ومحدش يتولى السلطة، وخاصة انه كان موجود الحسين رضي الله عنه. كان اهل الكوفة كارهين للحكم الأموي، وكانوا رافضينه وقت ما تنازل سيدنا الحسين بن علي عن حقه في البيعة، وده عشان يحافظ على دماء المسلمين من القتال والفتنة اللي كانت موجودة بسبب الخوارج والشيعة، وتسببت في قتل الصحابة زي سيدنا عثمان وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهما.
أهل الكوفة كانوا ضد حكم معاوية وضد فكرة أن يزيد ابنه هو اللي يمسك الحكم طالما سيدنا الحسين بن علي موجود وهو أحق واحد بيها. معاوية ما كانش مدرك أن فكرة التوريث دي هي اللي هتتسبب في ظهور فتنة من تاني وتكون بداية أبشع حادثة حصلت للمسلمين. لما مات معاوية بن أبي سفيان سنة 60 هجريا وكان أعلن قبلها عن بيعته لابن يزيد والأمويين كانوا بيدعموه في ده. بعد وفاة معاوية أهل دمشق بيعوا يزيد، لكن كان لازم مبايعة باقي المسلمين في الكوفة ومكة والمدينة. فبعت يزيد لولي المدينة وقتها يأمره أنه ياخد البيعة من سيدنا الحسين وأهل المدينة، ولكنه اتفاجئ بالرفض والمعارضة من سيدنا الحسين وعبد الرحمن بن أبو بكر وعبد الله بن الزبير. لكن بني أمية فضلوا يضغطوا على يزيد بأنه لازم ياخد البيعة والموافقة عليها من الحسين بن علي رضي الله عنه، وده عشان ضمان عدم رفض باقي المسلمين، لأنه لو وافق معنى كده أن يزيد بقى حاكم شرعي ويستمر حكم الأمويين. سيدنا الحسين لما عرف باللي حصل وأن أهل الشام بيعوا يزيد فعلا، كانت وصلته رسائل من أهل الكوفة بيستغيثوا بيه وعايزينه يروح لهم عشان يوقف في وجه الأمويين ويرفضوا بيعة يزيد. فقرر الإمام الحسين أنه يخرج من المدينة لمكة في البداية عشان يعرف رأي المسلمين هناك، هو وأهل بيته وأولاده كبار وأطفال. وكتب وصيته بالفعل لأخوه محمد بن الحنفية اللي هو أبو القاسم محمد بن علي ابن أبي طالب، وكان مشهور بابن الحنفية نسبة لأمه خولة بنت جعفر الحنفية وأهلها. سيدنا الحسين وصل مكة واعتصم هناك مع أهلها لحد ما يبحث معاهم إيه اللي هيتم في الأمر ده، وخصوصا أنه كان من شروط الصلح بين أخيه الإمام الحسن وبين معاوية أن الحكم يفضل زي الخلفاء وشورى بين المسلمين. لكن بتمرير البيعة كده ليزيد فالوضع اختلف. لما أهل الكوفة عرفوا موقف الإمام الحسين استمروا في رسائلهم له أنه يخرج لهم من مكة عشان هيوقفوا مع ضد يزيد والأمويين. وكان من بين الناس دي فريق قرر أنه لابد الإمام الحسين تتم مبيعته ولو بالقوة، وده كان اتفاقهم في اللي حصل في بيت سليمان بن الصرد، وده كان صحابي من قبيلة خزاعة ورحل بعد إسلامه من المدينة للكوفة واستقر هناك، وكان من أكبر مؤيدي الإمام الحسين ومن قبله أبوه الإمام علي بن أبي طالب. لما وصلت رسائل أهل الكوفة للإمام الحسين كان لسه في مشاورات مع بعض الصحابة، وبعدها قام وصلى ركعتين قبل ما يرسل الرد. كان الرد ده رسالة بعتها مع مسلم بن عقيل، وده كان بيثق فيه جدا وطلب منه يرحل لأهل الكوفة يشوف إيه اللي بيحصل هناك ويعرف مطالبهم بالتحديد. مسلم بن عقيل سافر للكوفة في السر ونزل في دار مختار بن أبي عبيد الثقفي، وقتها كان والي الكوفة النعمان بن بشير الأنصاري. لما أهل الكوفة عرفوا بقدوم مسلم بن عقيل البعض منهم رحلوا بيعه، وكانت الأعداد بتتزايد والخبر وصل ليزيد بن معاوية، فقرر عزل الوالي النعمان بن بشير لأنه شايفه متواطئ مع أهل الكوفة ضده وبيسهل مبايعة الناس لرسول الإمام الحسين، وجعل عبد الله بن زياد هو والي الكوفة. لما استلم منصبه صمم أنه يخطب في الناس ويحذرهم أن اللي هيخرج على الخليفة يزيد هيكون مصيره سيء. لما سمع مسلم بن عقيل الأخبار دي كتب رسالة للإمام الحسين بلغوا فيها دعم أهل الكوفة وإنهم مع الإمام، وبيعوا ناس كتير منهم ومنتظرين قدومه ليهم، وعرفوا أن ابن زياد بقى هو الوالي الجديد واللي بينفذ أوامر الخليفة، وإن ابن زياد اعتقل ناس كتيرة من الكوفة. لما وصلت الرسالة لسيدنا الحسين في مكة وعرف اللي بيحصل من يزيد ووالي الكوفة ابن زياد قرر أنه يخرج لهم. لما الناس في مكة عرفت ده وإن الإمام خلاص بيجهز نفسه للسفر اعترض على خروجه أخوه محمد بن الحنفية وعبد الله بن عمر، لكنه تمسك برأيه وقبل ما يترك مكة عمل عمرة قبلها وجهز قافلة كبيرة من أهل بيته وأولاده، وهو في الطريق قابلوا ناس كتيرة كانوا بيحاولوا يرجعوه عن الخروج للكوفة وما كانش حد منهم موافق على ده، وخاصة لما سيدنا الحسين عرف إن والي الكوفة قتل رسوله مسلم بن عقيل والمجموعة اللي معاه، فالأمر بدأ يتطور بسرعة. وصل لعبيد الله بن زياد خبر خروج الإمام الحسين بقافلة وإنه خلاص هيتوجه للكوفة. كانت قافلة الإمام الحسين لسه في الطريق لحد ما وصلت كربلاء، وده كان يوم خميس موافق 2 محرم سنة 61 هجريا. فأمر اللي معاه إنهم ينزلوا في المكان ده وهو بيقول انزلوا هنا محط رحالنا وسفك دمائنا ومقتل رجالنا، وكأنه بالجملة دي كان عارف إيه اللي هيحصل، ورغم ده قرر يرفض مبايعة يزيد إنه يكون خليفة للمسلمين.
مش طمعا في الخلافة، ولكن لأن يزيد بالفعل ما كانش يصلح خليفة، لسوء سلوكه وشربه الخمر وحياة العربدة البعيدة عن خلافة المسلمين وحكم الدولة الإسلامية. عبيد الله بن زياد والي الكوفة أمر عمر بن سعد بن أبي وقاص بقتال سيدنا الحسين والقافلة اللي معاه، ويمنعه بأي طريقة إنه يوصل للكوفة. عمر بن سعد بن أبي وقاص قال لابن زياد لو عايز اعتذر عن المهمة دي تقبل؟ رد ابن زياد عليه وقال له بشرط تتنازل عن العهد اللي كتبناه بيني وبينك، وده كان يقصد المناصب اللي ادهاله قبل كده. فتراجع عمر بن سعد وقال له خلاص اديني مهلة روح اتفاوض مع الحسين واللي معاه. وطبعا كل ده يزيد بيتابع اللي بيحصل، وكان اللي يهمه وقف قافلة الحسين قبل وصولها للكوفة. وصل عمر بن سعد لكربلاء وأرسل واحد من رجاله للإمام الحسين يسأله عن سبب قدومه هنا وهو بيدبر ليه. الشخص ده رفض يروح لسيدنا الحسين لأنه كان مقتنع بموقفه، فاختار عمر بن سعد شخص غيره اسمه كثير بن عبد الله الشعبي وقال له لو شئت هفتك به، يعني يقتله. رد عمر بن سعد وقال له لا، انت تسأله هو جاي ليه. راح كثير للمكان اللي فيه سيدنا الحسين لكن كان شايل سيفه، ولما طلب منه رجال الحسين يترك سيفه رفض. فرجع تاني لعمر بن سعد عشان يشوف شخص غيره يؤدي مهمة التفاوض مع الحسين، ووقع اختياره على قرة بن قيس واللي كان معروف بهدوءه وحسن تعامله، وفعلا ذهب لسيدنا الإمام الحسين وسلم عليه وبلغه رسالة عمر بن سعد عن سبب خروجه هو واللي معاه. فرد الإمام عليه بأن أهل الكوفة هم اللي كتبوا له يحضر وما طلعش من نفسه، لكن بناء على رسائل أهل الكوفة وإلحاحهم، ولو هم طلبوا منه يرحل تاني المكة هيرحل. انصرف عنه قرة بن قيس وراح بلغ عمر بن سعد اللي سمعه ده من الإمام الحسين، فكان رد عمر إني لأرجو الله أن يعافيني من حربه وقتاله، وأرسل تقريره ده لعبيد الله بن زياد. كان رد عبيد الله لعمر بن سعد إنه يروح للحسين ويعرض عليه مبايعة يزيد هو واللي معاه. ابن زياد في الوقت ده كان بيجمع أكبر عدد من الجيش اللي هيطلع يواجه بالحسين واللي معاه لو رفض مبايعة يزيد، في الوقت اللي كان أنصار الحسين بيتجمعوا عنده. ولما عرف ابن زياد بده أمر عمر بن سعد يمنع الماء عن معسكر الحسين، وفعلا استجاب له عمر بن سعد، وأرسل عمر وابن الحجاج ومعه أكتر من 500 فارس انتشروا على أماكن المية ومنعوا معسكر الإمام الحسين من الوصول له. لما اشتد الوضع سوءا أمر الإمام الحسين أخوه العباس وابنه علي الأكبر إنهم يحاولوا يدبروا المية عشان النساء والأطفال. بعدها حصلت المواجهة بين عمر بن سعد والإمام الحسين اللي قال له يا ابن سعد أما تتقي الله الذي إليه معادك؟ وطلب منه يكون معاه ويترك يزيد والي الكوفة ابن زياد، لكن ابن سعد قال له إنه خايف من بطش يزيد والأمويين. هنا كان الحسين غضب منه بالفعل. لما وصل الموقف ده لابن زياد وعرف بسكوت عمر بن سعد عن قتل الحسين وقال له إنه أرسله له مش للتفاوض ولكن لضرب عنقه، وطلب منه إما الحسين واللي معاه يبيعوا يزيد ويستسلموا أو يحصل القتال. عمر بن سعد للأسف خضع لأوامر ابن زياد وجهز الجيش الأموي لقتال الحسين واللي معاه، واللي كان عددهم حوالي 72 شخص ما بين رجال ونساء وأطفال. كانت راية جماعة الحسين بيتولاها أخوه العباس، وراية الجيش الأموي في يد عمر بن سعد وشمر بن ذي الجوشن اللعين. وبدأت الأحداث برمات الجيش الأموي بالسهام على معسكر الحسين فاتصاب عدد كبير منهم، واشتد القتال بوحشية لحد ما جيش يزيد قتل ابن سيدنا الحسين علي الأكبر وابن عبد الله وابن عثمان، واتقتل من ولاد أخوه الحسن أبو بكر والقاسم وابن عبد الله بن جعفر الطيار وغيرهم من أهل البيت وأبناء الصحابة. اشتد القتال في الوقت اللي كان معسكر الحسين كله ممنوع عنه المية، وكانت النهاية هي ضرب الحسين الشهيد بسهم في رقبته، غير ضربات الرماح اللي نزلت عليه لحد ما قام الملعون شامر بن ذي الجوشن بفصل رأس الحسين وخد لابن زياد عشان يتأكد من قتله وإنه قضى على الحسين واللي معاه. أهل الكوفة واللي كانوا سبب في خروج الحسين ما وقفوش معاه، وقاتل هو جيش يزيد الأموي لوحده، وكان الحادث ده أبشع ما واجهته الدولة الإسلامية، وأصبح موقف يزيد أكثر سوءا، والبعض قال بوجوب لعنه لأنه فاسق ونصبي وشارب خمر، وإنه افتتح حكمه بدم آل البيت والإمام الحسين.
البعض حسب المصادر بيذكر أن يزيد لم يأمر بقتل الحسين، وأنه سب ابن زياد لما عرف باللي حصل وقام هو بإكرام أهل الحسين. لكن البعض ذكر أن من ضمن أسباب العداوة بين الحسين رضي الله عنه ويزيد بن معاوية اللي قاله عباس العقاد في كتابه أبو الشهداء الحسين علي، أن العداء ده ما كانش سياسي فقط، ولكن كان فيه سبب تاني، وهو أن يزيد معروف بحبه للنساء، فكان وقع في حب امرأة متزوجة من والي العراق عبد الله بن سلام القرشي، وهي زينب بنت إسحاق. يزيد كان وصل بدرجة عشقه للست دي أن الخبر ده وصل لأبوه معاوية في حياته، وفكر في حيلة يجوز ابنه يزيد من الست دي، لعل ده يكون سبب أن حياته تاخد طريق أفضل. ففكر معاوية أنه يرسل لوالي العراق ويعرض عليه أنه يجوزه بنته، لكن يطلق زوجته زينب بنت إسحاق عشان يكون صهر الخليفة. عبد الله القرشي وافق وفعلا طلق زينب زوجته. لما الخبر وصل لسيدنا الحسين وعرف أن معاوية أرسل أبو هريرة الصحابي المعروف لخطبة زينب لابنه يزيد، أرسل سيدنا الحسين لأبو هريرة وطلب منه يخطب له زينب هو كمان. وبالفعل راح أبو هريرة لزينب بنت إسحاق وعرض عليها يزيد وسيدنا الحسين، فلما ارتبكت من العرض ده طلبت من أبو هريرة النصيحة، فوجهها لقبول خطبة حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، فوافقت على خطبة الإمام الحسين وتزوجها، وبعدها فورا طلقها ورجعها لزوجها. وده كان سبب كره يزيد للإمام حسب ما كتبه العقاد في كتابه. من المواقع الحربية والغزوات اللي اشترك فيها يزيد قبل ما يكون خليفة هي غزوة ألطوانة سنة 49 هجريا، واللي واجه فيها الروم وقت خلافة معاوية أبوه. وفي نفس السنة كان بيتم تجهيز جيش كبير يتجه لفتح القسطنطينية، وولى معاوية ابن يزيد لمواجهة البيزنطيين وقت حكم قسطنطين الرابع. لكن النصر ما كانش حليف الجيش الأموي، وتغلب عليهم البيزنطيين لما استخدموا أسلحة متطورة منها النار الإغريقية، واللي كانت عبارة عن مواد كيميائية حارقة قذفها الجيش البيزنطي على الجيش الأموي. فترة خلافة يزيد كانت مشحونة بالصراعات، وخاصة مصيبة كربلاء أو واقعة الطف اللي فيها استشهد الحسين رضي الله عنه وأهل بيته، ولم يذكر أي شيء عن يزيد قدمه للدولة الأموية غير أنه افتتح حكمه بدم حفيد النبي صلى الله عليه وسلم. يزيد تزوج من أم كلثوم بنت عبد الله بن عمر، وحبة بنت أبي هاشم ابن عتبة ابن ربيعة، وعتيكة أم يزيد ابن عبد الملك. أبناؤه كانوا معاوية بن يزيد وخالد بن يزيد وعبد الله الأكبر وعبد الله الأصغر وأبو سفيان وعمر ورملة. امتدت خلافة يزيد حوالي 3 سنين، شهدت عدد من الحوادث اللي أضعفت الدولة الإسلامية، وكان فيها اضطرابات سياسية وعدد من الفتوحات اللي بالفعل تم طمسها بعد موقعة كربلاء، وظهرت فتن كتيرة فيها. ولكن تم ذكر عدد من الفتوحات اللي ساهم فيها، زي فتوحات المغرب العربي اللي كان بدأها أبو معاوية، ففتح طنجة ومدينة تيهرت والزاب وغيرها، ووصلت فتوحاته وقتها لشواطئ المحيط الأطلسي بقيادة جيش عقبة بن نافع، وفتح بلاد ما وراء النهر واللي هي أسيا الوسطى. لكن زي ما قلنا المصادر عنه قليلة، اختلف فيه العلماء ما بين من أوجب سبه ولعنه، وفي علماء وقفوا منه موقف الحياد لا السب ولا المحبة، زي أحمد بن حنبل وابن تيمية. لما استلم يزيد الحكم كان الناس كره حكمه، وخاصة بعد استشهاد الحسين رضي الله عنه، وخرج عليه أهل المدينة بقيادة عبد الله بن حنظلة، وجهزوا جيش لمواجهة الجيش الأموي، وكانت النتيجة أعمال سلب ونهب في المدينة من الجيش الأموي، واتقتل في الوقت ده حوالي 100 صحابي وعدد من حفظة القرآن. وده كان سبب تاني لزيادة كره المسلمين لفترة حكم يزيد، وأصبح شخصية مكروهة عند السنة والشيعة. كانت وفاة يزيد مختلف فيها برضه، وتعددت عنها الروايات. في اللي قال إنه كان في رحلة صيد وقابله راجل قال له أنت قاتل الحسين وقام بطعنه، والرواية التانية إنه كان بيربي قرود في قصره فقام قرد منهم عضه ومات من عضة القرد ده، والرواية التالتة وهي أنه توفى وفاة طبيعية وكان عمره 38 سنة في دمشق سنة 64 هجريا. البعض وصفه بالفسق وحبه للخمر رغم فصاحة لسانه. أهل الكوفة من يوم موقعة كربلاء لحد النهاردة بيعاقبوا نفسهم على اللي تسبب فيه أسلافهم بقتل الحسين ودعوتهم له للخروج. وفي ذكرى استشهاده البعض منهم بيعمل عزاء وبيجلد نفسه بالفعل عقابا له على اللي حصل من أجدادهم، والبعض بيفضل توزيع الماء البارد على الناس في الشوارع كأن ده تعويض عن منع جيش يزيد الماء عن الإمام ومعسكره، والبعض بيلبس الملابس السوداء
حدادا على روح الإمام الحسين. استنونا الحلقة الجاية عشان هنعرف مع بعض عن الخليفة الأموي معاوية ابن يزيد ابن معاوية، وبكده تكون نهاية حلقتنا النهاردة. ياريت تقول لنا في التعليقات ايه رأيك في الموضوع، وما تنساش اللايك والاشتراك، وتتفرج على الحلقات اللي فاتت وتستنى الحلقات اللي جايه.